النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ منذ أن هاجر إلى المدينة إلى أن توفاه الله لم يتغير، متر ونصف في متر ونصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في متر ونصف الطول، متر ونصف والعرض متر ونصف، هذا غرفة واحدة، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يصلي في هذه الغرفة لا يستطيع أن يسجد إذا كانت عائشة مضطجعة، لابد ترفع رجليها حتى يتسع المكان للسجود، لسجود النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن توفاه الله كان على هذه الحال. Aïcha, son madame, il t'a son épiant.